فتحت مصر اليوم معبر رفح استثنائيا لعبور توأم فلسطيني ملتصق لإجراء عملية فصلهما بالمملكة العربية السعودية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من معبر رفح على الجانب المصري مراسلنا هناك أشرف سويلم. أشرف، ما هي أحدث التفاصيل لديك حول عبور التوأمتين ريتال وريتاج؟ بالفعل السلطات المصرية سمحت بعبور طفلتين فلسطينيتين ملتصقتين ريتاج وريتال من قطاع غزة إلى جانب المصري عبر منفذ رفح البري منذ ساعة تقريبا. كان هناك فريق طبي مصري متخصص استقبل الطفلتين وقدم لهم كافة الرعاية الطبية المناسبة للطفلتين، ثم قامت سيارات الإسعاف المصرية بنقلهم من معبر رفح البري، ونحن الآن في إلى مطار العريش الدولي. نحن الآن في وداع الطفلتين، هناك طائرة ستستقل، استقلت الطفلتين بالفعل وستطير إلى المملكة العربية السعودية لإجراء الجراحة، جراحة الفصل الطبي للطفلتين. الطفلة ريتاج والطفلة ريتال ولدتا من أب فلسطيني وأم مصرية في 27 من مارس الماضي، كان يوم الجمعة. طبعا قطاع الصحة الفلسطيني بإمكاناته المتواضعة عجز عن إجراء جراحة فصل طبي لطفلتين في المستشفيات قطاع غزة، لذلك كانت هناك مناشدات لدول عديدة، حتى خادم الحرمين الشريفين تطوع لإجراء هذه الجراحة على نفقاته الخاصة بالمملكة العربية السعودية. والسلطات المصرية قدمت كافة التسهيلات الأمنية والطبية لعبور الطفلتين بسلام وحتى وصولهما إلى المملكة العربية السعودية. نعم. نعم، أشرف سويلة مراسل النير من معبر رفح على الجانب المصري، شكرا جزيلا لك.